إبراهيم، يسرني أكون معكم هذا اليوم، وأنتم تمثلون بلدكم وبلدكم كما تعرفون، نتشرف جميعا بتمثيله. قبلة المسلمين بلاد الحرمين منطلق العروبة، لذلك أنتم فوزكم هذا مكسب لبلدكم. وعلى كل حال يعني ما هو سهل توصل شيء دولي مثل هذا، ومحبكم يغبطكم عليه، واللي حاسدكم يعني يزول حاسده. لكن مع هذا كله أقول اعتمدوا على الله قبل كل شيء، واعملوا جهدكم كله، العلم عند الله، واتمنى لكم مرة ثانية التوفيق، وأن ترجعوا لبلدكم سالمين غانمين، والحمد لله وشكرا. عهد ازدهار متجدد للرياضة السعودية ونمو متواصل لإنجازاتها، سخاء من الدعم والعطاء والاهتمام تحظى به الرياضة السعودية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ليستمر قطار الرياضة السعودية في السير على قضبان الإنجازات دون أن يحيد عنها. تغمرنا فرحة عارمة ونحن نتشرف اليوم بلقاء مقامكم الكريم في هذا اللقاء المبارك الذي يعكس اهتمامكم الدائم بأبنائكم الشباب والرياضيين الذين نالوا رعايتكم الكريمة ومكنتهم من تبوؤ منصات التتويج في مختلف المحافل الإقليمية والعربية والقارية، وآخرها التأهل لكأس العالم للمرة الخامسة كأكثر المنتخبات العربية تحقيقاً لهذا الإنجاز. إننا في الاتحاد السعودي لكرة القدم حققنا بفضل الله ثم بفضل توجيهاتكم الكريمة ما يصبو إليه أبناء هذا الوطن المعطاء بتأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018. وهذا الإنجاز هو ثمرة من ثمرات رعايتكم السامية لمقامكم الكريم ولسمو ولي عهدكم الذي كان متابعاً لهذا الإنجاز خطوة بخطوة، وكان لتشجيعه ودعمه غير المحدود للاتحاد واللاعبين والجهازين الفني والإداري الأثر الكبير بما تحقق، وهو ليس بغريب عليه، فقد جعل رعاية الشباب والرياضيين من أولى اهتماماته، وبما ينسجم مع رؤية المملكة العربية السعودية في 2030 التي بدأت خيوط سناها تلوح بالأفق لغد أجمل ولوطن يتشرف بقيادتكم له. لافتة الإنجازات الرياضية السعودية في عهد ملك الحزم والعزم لم تقتصر على رياضة معينة، فالكل شارك في نسج خيوط هذه اللافتة حتى ازدادت زهواً مؤخراً بتأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم في روسيا، وأضاءت بحضور ودعم ومساندة من سمو ولي العهد، القلب الذي ينبض حباً ووفاءً ودعماً لتفاصيل وطنه، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. الله عليه أكبر عليك، كل يوم له نصر جديد. الله عليه أكبر عليك، كل يوم له نصر جديد. هذا البطل طال السحاب، هد الصعاب لو هي جبل. هذا البطل كم حقق الحلم البعيد. الله عليه
محتمين أرض الحرمين ما معنا شريك، هي وطننا دون هنا وحنا ولابها، بيضة الإسلام في يدك يا غيث الهليك، كم عدو مجلد في حبال أطنابها، يوم أبو تركي وردها وهي حوض دريك، جمعها اللي ما حسب للجموع حسابها، انتخى ليث الجزيرة سنين المجد ذيك، محيين سنة محمد وشرع كتابها، في معزي ما يضيع العزاء سلمان فيك، دام ظلك يا ذرانا وستر حجابها، يا عسى عمرك طويل وفوق هالباس يخطيك، يوم لمحمد وكلت الأمور ونابها، وقام زيزو مسرايا عليها يفتديك، هاق ينبهقوتن سيدي ما خابها، ما يخيب اللي غذيته ولا خاب مغذيك، دعوة في ليلة القدر ربي جابها، ايه يا محمد رد حظها اللي يعتديك، كم ماله رادع من أولي البابها، دك عدوان الوطن خلهم حدرك دكيك، اضرب الأفعال الراس ودمغ دابها، سم بسم الله أكبر بشعب محتزيك، للسنين المقبلات وخفايا مابها، المسيرة قدها والنصر في حاجبيك، مقترن مثل اقتران اصبعك سبابها، البلد في حاجتك والطموحات تهديك، البلد في حاجتك والطموحات تهديك، نحمد اللي ردها عقب طول غيابها، رؤيتك فيها الفرج والسعد من ساعديك، شايفينك من زمان انزل يا عرابها، ماشين درب الخطر في دجل الليل الحليك، صدتك يوم اصبحت في طرف مخلابها، اليمن والله التبطي ويبطي ما نسيك، فزعتك من دون عينه ورمشه دابها، يا ولد سلمان من يوم سندها عليك والمعارك كلها داير دولابها، أنت والراد المنايا والأفعال تحكيك، ولأنت في حاجة قصيد يعلمنا بها. المملكة العربية السعودية، الوطن الألماسة الذي يتلألأ وسط رمال الصحراء، الوطن الذي سجلت رياضته العديد من النجمات والنياشين على صدور أجيالها المتتابعة، لم يبخل بالتباهي والتفاخر والدعم لأي لافتة تحمل اسمه في كل المحافل، كيف لا وهو يحمل بين أضلعه حب أبنائه ووفاء شعبه. قدام قدام يا أخضر سبق خصومك، مع كل جماهير وين تروح سباقة، قدام قدام يا أخضر سبق خصومك، يا أخضر مع كل جماهير يا أخضر وين تروح سباقة، إنا نخبرك شديد الباس بعزومك، أخواني وأبنائي، لنوردكم ولله الحمد والمنة من الأساس عبد العزيز رحمه الله، تسير على طريق النمو والتطور في جميع المجالات على أساس على أسس دينية وثوابت وطنية راسخة، ولا يخفى دعم الدولة للشباب والرياضة وما تحقق من ارتقاء بهذا القطاع المهم وتطويره،
ونتوانى بإذن الله الاستمرار في تقديم الدعم اللازم لتحقيق المستوى المأمول من الطلع إليه التطور والإنجاز. أيها الأخوة الأبناء، الشباب سفراء لبلادهم ومجتمعهم، وعليهم مسؤولية كبيرة. النشو يتابعهم ويتأثر بهم، وعليهم أن يكونوا قدوة حسنة لهم، ويجب أن تعكس الرياضة أخلاق المسلم والتنافس، يجب أن تحكم قيمنا وأخلاقنا وتعاليم ديننا. تنبذ التعصب والتنافر بين أبناء الوطن الواحد، وما يعزز الولاء والانتماء للوطن. وطنكم محسود على نعم كثيرة حبها الله بها، ومنها التماسك والتلاحم وجه كل مرادة به السوء. ختاما أسأل الله لكم التوفيق والمزيد من النجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مضمار الرياضة يقف قائد الوطن دائما نصيرا لإنجازاتها، يحفها بالدعم والاهتمام والاحتضان لكل معوقات قد يلم بها. يشاركه في هذا الأمر ولي العهد الذي لا ينقطع عن الفعل ولا يمتنع عن القول في كل ما من شأنه دعم رياضة الوطن وشبابها، ويقف مساندا لكل شيء أخضر. هيكلة العديد من القطاعات في الفترة القادمة، ومن أهمها قطاع الرياضة بشكل قوي جدا، وسوف تخصص برامج واضحة وقوية جدا لاستهداف دعم الأنشطة الرياضية، سواء الرياضة بشكل احترافي أو كرة القدم بحكم أنها أهم رياضة للسعوديين، أو الرياضات الأخرى خاصة اللي تهم الهواة السعوديين في ممارستها في يومهم الطبيعي. هذه بشكل نصب علينا بشكل قوي جدا، وسوف يتم إعلان عدد من الإجراءات الفترة القادمة. مهاب في الأنام طويل قامة، قديم قديم عهد باستقامة. مهاب في الأنام طويل قامة، قديم قديم عهد باستقامة. مثيل أبيه أشباها وفعلا، عصي الوصف سلمان See you.
منتخب الشباب لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه يتأهل إلى نهائيات كأس العالم بعد تخطي منتخب العراق واحتلال مركز الوصافة في بطولة آسيا التي استضافتها مملكة البحرين. استطاع المنتخب نفسه تحقيق بطولة الخليج بعد أن فاز في جميع مبارياته في البطولة. المنتخب الأولمبي من جانبه يحقق لقب بطولة هواوي السادسة للمنتخبات الأولمبية لكرة القدم التي أقيمت في البحرين. سارعي يا بلادي فوق مجدك بادي، سارعي يا طهر بلد تحت ظل أبو فهد. فوق مجدك بادي تحت ظل أبو فهد. واعتلي فوق القمم خصنا رب النعم بالمادي نحو الحرم. واعتلي فوق القمم خصنا رب النعم بالمادي نحو الحرم. والتحدي طبعنا يخسر اللي ضدنا كل وقت في عنا. والتحدي طبعنا يخسر اللي ضدنا كل وقت في عنا. الشدايد والمحن در على طول الزمن. يرخص اللي لا ثمن در على طول الزمن. في كرة اليد تواجد المنتخب السعودي الأول مشاركا في كأس العالم للمرة الثامنة في تاريخه في فرنسا، ولحق المنتخب السعودي الشاب لليد بالأول، واستطاع الوصول أيضا إلى نهائيات كأس العالم في الجزائر. على صعيد الأندية استطاع فريق النور انتزاع لقب البطولة الآسيوية 19 لكرة اليد التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان. وفي كرة السلة توج المنتخب السعودي لدرجة الشباب بلقب البطولة الخليجية 15 التي أقيمت في دبي. في كرة الماء تأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والتي أقيمت في طوكيو باليابان. وبالعودة للأندية أحرز فريق القادسية بطولة الأندية العربية 13 لكرة الماء التي أقيمت في جمهورية مصر العربية. في دورة الألعاب الخليجية الثانية التي استضافتها الدمام بالمملكة العربية السعودية جاءت المشاركة السعودية في المركز الأول ب115 ميدالية. المنتخب السعودي للمبارزة تحت 20 عاما حقق الميدالية الذهبية في بطولة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الخليجية الرابعة في الكويت.
وانتزع المنتخب السعودي لألعاب القوى لقب البطولة الخليجية 15 للرجال التي أقيمت في السعودية. في كرة الطاولة حقق المنتخب الوطني لجميع الفئات ذهب بطولة المنتخبات الخليجية 17 التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة، وتوج المنتخب السعودي للناشئين لكرة الطاولة بالميدالية الذهبية لمسابقة الزوج في بطولة كأس العرب 15. في رياضة رفع الأثقال فاز منتخبنا لرفع الأثقال بالمركز الأول في البطولة الخليجية 14 للشباب والسادسة للناشئين. في الملاكمة توج المنتخب السعودي بلقب البطولة الخليجية 3 التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض. في رياضة البولينج حقق المنتخب السعودي للشباب كأس البطولة العربية 6 التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة، وأحرز المنتخب السعودي للغولف كأس البطولة العربية التي أقيمت في العاصمة العمانية مسقط للمرة الأولى في تاريخه. المنتخب السعودي الأول للكاراتيه يحقق كأس البطولة العربية 11 التي أقيمت في الأردن. المنتخب السعودي للجودو تحت 13 عاما يتوج بكأس البطولة الخليجية التي أقيمت في البحرين. على المستوى الفردي استطاع الفارس عبدالله الشربتلي التوشح بوسام البطولة الدولية التي أقيمت في الصين، وحقق الشاب العداء عبدالله أبكر رقما قياسيا كأسرع عداء سعودي في تاريخ ألعاب القوى، وتأهل بموجب هذا الإنجاز إلى أولمبياد ريو دي جانيرو. البطل السعودي سعود الحقباني استطاع تحقيق كأس العرب للتنس تحت 14 عاما في تونس، وتوج أيضا بكأس آسيا للتنس الأرضي في الدوحة. وهكذا هي الإنجازات السعودية تتوالى، هي حقيقة أمر، فالإنجازات تستقيم طواعية لأخضر الوطن، الوطن الذي يسكن في محاجر عيون قادته وقلوب أبنائه. وأن الله ينصر دينه ويعلي كلمته، وصلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله.
هيكلة العديد من القطاعات في الفترة القادمة، ومن أهمها قطاع الرياضة بشكل قوي جدا، وسنتخصص برامج واضحة وقوية جدا لاستهداف دعم الأنشطة الرياضية، سواء الرياضة بشكل احترافي أو كرة القدم بحكم أنها أهم رياضة للسعوديين، أو الرياضات الأخرى خاصة اللي تهم الهواة السعوديين في ممارستها في يومهم الطبيعي. هذه بشكل نصب علينا بشكل قوي جدا، وسوف يتم العديد من الإجراءات الفترة القادمة.